أريد الآن الدخول على هذه الحقبة الزمنية. وأنقر هذا الإزرار. سنتوجه إلى باريس عام 1890 ونزور مختبر الصيدلية الشهير. هناك عينات مفقودة ويريد هذا العالم البحث عنها. Start activity. ألاحظ هنا في هذا المكان وجود بعض الإشعاعات. أعتقد أن العينات موجودة هنا. إذن كيف أجعل الوكيل يذهب إلى هذه المنطقة؟ بكل بساطة يمكن أن أذهب إلى الأعلى ثم أذهب إلى الأمام 4 خطوات وأقوم بتدمير هذا المكان أو الحفر هذا المكان حتى أحصل على ما هو مخبأ في خلفه. ممتاز، ها قد وجدت العينات وانتهيت من هذه المهمة. أبحث الآن عن زر الغرفة السرية، لا أعلم أين هو. ها هو، قد وجدته أسفل هذه المنضدة. أقوم بالنقر الآن على زر الماوس الأيمن وإنت.